طبعا يعني انا نفسي ان احنا ناخد هذا الموضوع من جانب نفسي. دكتور ابراهيم مجدي استشاري الصحه النفسيه، مساء الخير يا دكتور ابراهيم. مساء النور دكتور عمرو، عليك وعلى الساده دكتور، المشاهدين. يعني تحليلك كده لهؤلاء الاشخاص، سواء كانوا اطفال سواء كانوا مراهقين، اللي بيقوموا بهذا العمل السيء. بسهولة أقول لحضرتك ده، لو بنتكلم بسهولة ده توصيف أو نقدر نوصل لتشخيص إن هم دول مصابين باضطراب سوء السلوك أو اضطراب انحراف السلوك اللي بنسميه كوندكت ديس أوردر. الاضطراب دوت بيبقى الأطفال دول بيمشوا في صورة عصابات أو صورة شلة كده مع بعض، عندهم يعني كسر القوانين أو كسر القواعد، ده شيء بيحقق لهم متعة، ما بيسمعوش الكلام، يخربوا ممتلكات الاخرين، بيمثلوا مصدر ازعاج للي حواليهم طول الوقت، بيكسروا اي سلطه ضد اي قوانين، يرفضوا اي قوانين. طيب ده لو بنوصفهم شخصيا، وممكن اقعد اقول لك فيهم ما قال مالك في الخمر، لكن هنا انا عايز ادور على دوافعهم، وعايز ادور على طاقتهم بيستغلوها ازاي، وعايز ادور هيتم تاهيل هم اتحبسوا هيتم تاهيلهم بعد كده ازاي، واهلهم والتعامل معاهم، لان ده جزء بيبقى وراثي. يعني للاسف العنف ساعات او العنف الممنهج دوت او بيبقى جزء منه وراثي، او شاف حد بيعمل كده قصاده، او سلوك مكتسب، او في عنف في البيت زياده، فالعنف دوت بيقلب عليه، او عايش في عشوائيات، او عايش في بيئه فيها فوضى او فيها قتل للقوانين، فتعود يعمل الامر دوت، او عنده كبت وعدوان فبينفسه. فلازم والله احنا افتكرنا انه الحكايه دي خلصت خلاص، يعني رجعت من جديد للاسف. فلازم اعرف، ما مش هتخلص، لان هنا اللي هي البيئة اللي عايش فيها، العشوائية اللي عايش فيها، التفكك الأسري اللي ممكن يكون، يعني لأن المرض ده بيبقى سببه جزء منه جينات، وجزء منه هرمونات في المخ، وجزء منه البيئة الشخص اللي عايش فيها. فلو بيئة مليانة عشوائية ومليانة كسر للقوانين ومليانة فوضى، فهينتج عنها أشخاص فوضويين. يعني لا يمكن دول مثلا كان عندهم نادي يلعبوا فيه وراحوا إيه، وقفوا قصاد محطة القطر، لا يمكن يكون في مسجد استقبلهم واستوعبهم واستوعب تقلباتهم المزاجية دي وحفظهم قرآن وراح، لا يمكن يكونوا راحوا الكنيسة وحد استقبلهم بشكل كويس وراحوا بعد كده يكسروا قصاد القطر. بس احنا مش بنلتمس ليهم عذر، يعني مش بنلتمس ليهم العذر، بس انا مش عايز الحدث يتكرر. يعني هل بنبرر يبقى لازم يعني يبقى تأهيل نفسي للناس دي، هيتم عقابهم، لكن لازم تأهيل نفسي، ولازم احتواء للايه للغيرهم اللي هيعمل. لما هشوف حد هيعمل كده الاجراء، ادور هو هيعمل كده ليه، وامنعه الاول، ويبقى مثلا ايه، هو جاي محطة القطر يلعب، ما اشوف له مكان تاني يلعب فيه، عنده هواية انه وحتى اللي بيروحوا النوادي برضه ما بيعملوا حاجات فظيعة يا دكتور برضه. يعني المسألة مش احنا مش هنتكلم فيهم العذر، بس احنا بنتناقش مع بعض، هم عملوا كده ليه؟ عملوا كده، هقول لك بسهولة، اقول لك مصابين باضطراب ومحتاجين ايه، ده التشخيص التشخيص العلمي ليهم، مصابين باضطراب سوء السلوك. سوء السلوك اللي هو بينتج عنه بعد كده لما بيكبر بيبقى شخصية سيكوباتية او اجرامية. ربنا يستر. بشكرك، شكرا جزيلا دكتور ابراهيم مجدي استشاري الطب النفسي.